السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى إخوان. نعود إلى تثبيت الموضات، وهذه المرة مع مود The Stable أو Horse Customization أو التعديل على أو مود التعديل على الحصان. هذا المود طلب أحد الإخوة أن نقوم بتثبيته، وجد صعوبة في تثبيته وجربه معكم. لا أدري كان سينجح أم لا، لكن أريدكم أن تفهموا جيدا هذه المعلومة في تثبيت المودات. المودات أو التعديلات بعض الأحيان فقط ترتيب تثبيتها يحدث مشكلة. مثلا عندك مود ألف ومود باء، إذا ثبتت باء هو الأول لا يحدث أي مشكلة، لكن إن ثبتت ألف هو الأول يحدث مشكلة. هذا فقط للتوضيح. إذا تثبيت المودات أو ترتيبها يحدث مشكلة. كذلك بعض المودات لا تقبل أبدا تثبيت مع مودات أخرى، ولكن هذه الحالات قليلة. يعني هناك مودات لا تقبل مودات أخرى، وإذا ثبتتهما معا لا تقلع اللعبة. هذه قاعدة. كذلك هناك محدودية في تثبيت المودات، يعني هناك مود أو باتش أو سكريبت وجب تثبيته لكسر محدودية المودات، سنتكلم عنه في فيديو آخر. كذلك تبقى الحالة الأخيرة وهي طريقة التثبيت. بعض المودات إذا ثبتها بالسكريبت مانجر يحدث مشكلة، إذا ثبتها بالطريقة اليدوية لا يحدث مشكلة. بعض المودات لابد من تثبيتها بالسكريبت مانجر ثم تعقيب ما يسمى بالميرج أو الدمج، يعني بعد أن تثبت المودات تدمج، وإلا فلن تقلع اللعبة. إذن الأمور تعتمد على خبرات هذا المستعمل أو من يستخدم هذه المودات. دائما الخبرة هي التي تفصل في هذه الأمور. إذن نتابع. إذا واجهنا مشاكل سنقوم بحلها معا. إذن هذا هو المود. أنا The Stable for اللعبة، إصدار اللعبة 1.32. إذن أنا عندي الإصدار الجديد أو Next Generation اللي هو 4. سأقوم بتحميل هذه النسخة. إذا لاحظوا The Horse of Stone Blood and Wind، إذن هذه من المتطلبات، يجب أن تكون عندك الإضافة هذه والإضافة هذه، وإلا فلن تعمل. Additional for request أو متطلبات الشغل، إذن هذه مهمة. لو نعود إلى الديسكريبشن request، قال يحتاج إلى هذين الإضافتين، إذن هذا مهم أن تكون عندك قلوب من حجر، وكذلك دماء ونبيز، دماء ونبيز. ثم هذه فقط التعليقات. طريقة تثبيت يعني طلعت عليها سابقا، هذه إصدارات قديمة. هذه معلومات الباتش، لا أريد أن يطول هذا الفيديو، ولكن المهم يضيف أربعة، أعتقد أربعة من التجار الذين يبيعون أو يسمحون لك بتعديل على الحصان وشراء العتاد الخاص بالحصان. سكيليغا وفي وايت أورشارد أو لا أورشارد ونيوفغارد، وكذلك في توسان هناك دائما حدوة حصان، ستجد فيها هذه أربعة تجار تستطيع أن تقوم بشراء العتاد عليهم. لاحظ أكثر أو أزيد من 240 إيتم خاص بالحصان. هذا هو موضوع الباتش. طريقة تثبيته سهل، سأجربها معكم فقط كما في إذن أقوم أولا بتحميل الباتش. هو الباتش إصدار هذا، أنا عندي الإصدار الجديد هذا، إذن سأحمل هذا. سلاو ضربون أو كبير كبير، نعم الباتش هذا كبير. إذن ها هو قد انتهى التحميل. افتح المجلد، افتحه مباشرة هكذا. فيه ملفين DLC والمود. طريقة سهلة، تذهب إلى مكان أو مجلد اللعبة، طبعا هنا في الخارج أين يوجد الملف DLC والمود والبين. هذه ثلاث ملفات مكان يعني مباشرة مجلد اللعبة ويتشر 3 أوف هاند، يعني هنا داخل مجلد اللعبة. ماذا تفعل؟ تسحب المود هذا وتقوم بلصقه هنا هكذا. أعيد فقط. هو طبعا طلب الاستبدال حتى أتأكد من أنه تم نقله. ثم الDLC، قمت بنقل ملف الDLC. هنا انتهى. هناك حالة
الآن تم يعني تثبيت المود. هناك حالة أحتاج إلى دمج باستعمال سكريبت ميرج، هو سكريبت ميرج هذا شرحته في أكثر من فيديو، وحالة أخرى لا نحتاجه. كيف نفهم أو كيف نعرف هل نحتاج إلى سكريبت ميرج؟ تقلع اللعبة، إذا اشتغلت فأنت لا تحتاج، إذا حدث أي خطأ فحاول أن تستعمل سكريبت ميرج. سكريبت ميرج لاحظوا ها هو سكريبت ميرج. هناك العديد من الأشياء التي تحتاج إلى دمج، وربما لهذا واجه الأخ يعني واجه العديد من المشاكل. لاحظوا هناك هذا المود يحتاج إلى الدمج مع المود إكسترا الذي هو خاص بالقدرات، مع الحمولة، مع مود الحمولة. إذن هناك العديد من الأشياء التي، لذلك كثرة المودات هي التي تسبب المشاكل، بعض المودات لا تتوافق، لذلك سأحاول أن أقوم بالدمج يعني وألاحظ هل سينجح المود أم لا. كلما كانت المودات التي قمت بتثبيتها أكبر أو كثيرة، كلما كان إمكانية أن تصادف مشكلة أكبر بطبيعة الحال. إذن تم دمج هذه المودات، هل ستقلع اللعبة؟ الله أعلم. سأجرب معكم. يعني الذي لم تشتغل معه يحاول أن يحذف بعض المودات التي ينتابه الشك فيها ويقوم بتثبيتها بالترتيب، أو يبدأ بالمود الذي فيه مشكلة يبدأ به هو الأول يثبته، ثم يثبت بعدها المودات واحدة تلو الأخرى حتى يعرف ما هو المود الذي فيه تضارب والذي لا يتوافق مع المود الذي يريده. اشتغل عادي. إذا صادفتك مشكلة، But finding me proved no simple. Neither glad is a state of mind. Understand? إذن نحن الآن في وايت أورشارد. هاي الخريطة من هنا، لاحظ وايت أورشارد أو أورشارد من هنا، يعني من وايت أورشارد تذهب لها. يعني هناك أربع أماكن في سكريغا في اليوفغارد، سأذهب إلى أورشارد لأنها الأسهل. تختار العلامة، أفضل أن يكون عندك يعني مود تنقل بسرعة. ذهبت إلى وايت أورشارد من هنا في هذا الطريق، هو المكان هذا المنزل الذي فيه الصندوق هذا خاص بك. هنا في المنزل هذا الذي فيه على شكل حرف L، هنا حدد المكان، هنا هذه الزاوية، سأذهب إلى هذا المكان. يعني هنا ستجد أحد أربع تجار مذكورين في المود، يعني هو المود. Lad went missing one day, so folk in Adam Richland that was hunting nearby started poking him, asking. Kings do the fighting. It's Durban now. في الخريطة كما قال لا تظهر لنا. And Boydemar's pouring. And Boydemar's had when he went to bed and went himself in the morning. What kind of name is that? تجوز اللوحة هذه. ظهرت. يعني بعض الأحيان عندما تستعمل الخريطة هكذا لا يظهر فيها صاحب الحدوة هذا البائع الأحصنة أو التاجر، لكن شوف لاحظوا هنا في الخريطة المصغرة ظهرها هو في المكان هذا، الحداد هذا عند الحداد القزم هذا، الجانب الآخر فيه صاحب هذا الحس الاستبل. أين هو؟ أين هو صاحب الاستبل؟ يجلس هنا تجده في هذا المكان. هذه Don't you look at me. God's preserve ye. هذا هو خارج تغطية. God's preserve ye. وجه. أين كنت أيها الأبله؟
Greetings. What do you sell? كنت أيها الأبلة. إذن من هنا تشتري الأحصنة وتغير كما تشاء. لاحظوها والحصان. You like شيء؟ تغير العيون، تغير المايل أو الجسم الحصان. Do you like buy a new horse؟ إذا أردت شراء حصان جديد. من هنا كلما اخترت نوع تضيف الخيار أو تظهر لك خيارات أخرى. أنا يعني جربتها المضيع بشكل عادي. تختار الحصان الذي تريده أو واحد. غير سرعي. إذن من هنا تعدل على الحصان الذي تريده و تستطيع تغير أو تفعل ما تشاء في الحصان. الآن المود يعمل بشكل عالي. إذن هذا كان بالنسبة لي الفيديو. اللعبة تظهر بطيئة نوعا ما. المهم هذا هو مود إخوان. أي شيء، أي استفسار أو مساعدة في التعليقات. إخوان دمتم في أمان الله والسلام عليكم. ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الإجراءات التالية: سبسكرايب، لايك، كومنت، فيفورت.